النهارده طن الحديد ب 48 وب 52 الف جنيه، اربع اضعاف. السولار زاد، الاسعار زادت، الدولار زاد عشان قطع الغيار اللي بتيجي من بره. هتقول لي ما انت مالك وانا الدولار، ما القطع، ما الشركات مصريه، الشركات المصريه بتشتغل بمعدات بتجيب القطع غير من بره، السولار لما بيجي من بره وهكذا. نعم. فكل ده اثر علينا. اثر. من المحتمل ان مينا السخنه تختم زي بلغتنا كده في الشركات والمقاولات، تقفل على ستين مليار. 60 مليار ده في مينا السخنه. نعم. عشان 18 من 47 ل 60 مليار. انا هدي لك عشان فرق الاسعار بالظبط كده. ال 60 مليار دول عشان 18 كيلو. طب احنا كنت انا من شويه بكلمك بقول لك 35 عايزين نوصل ل 100. يعني 5 يعني 65 كيلو. نعم. ال 18 دول تقريبا تلت اللي احنا هنعمله ب 60. يبقى احنا في الاخر هنصرف كام؟ تقريبا 180 مليار جنيه مصري على تطوير الموانئ المصريه. ال 180 مليار جنيه مصري دول انا مش عايز اقول لحضرتك احنا ممكن يرجعوهم. ايوه. في 5 سنوات المبلغ ده. ايوه. 5 سنين. ايوه. مقابلات زي ما قلت لحضرتك، مقابلات الانتفاع بالارض. ايوه. ومقابلات التداول. ايوه. ومقابلات الخدمات اللي انت هتأديها لهذه المراكز. ما ممكن ارجعه غير في ايوه غير خلي بال حضرتك احنا دايما نقوله ده نقطه غير خمس مهمه سنين. جدا. نعم. دي نقطه مهمه جدا هقول لحضرتك عليها. دايما الناس تقول لك ايه العائد من مشروعات النقل على او مردوده على الاقتصاد القومي ما هوش كبير زي الصناعه او التجاره او الزراعه. اقول لهم لو انت بتحسب مباشر ممكن الصناعه، لان انت بتحسب صنعت ايه، بعت ايه، جبت ايه. الزراعه نفس الكلام، ولكن هقول لحضرتك على حاجه، هو انت تقدر تصنع زي ما قلنا من شويه من غير ما يكون عندك طريق او سكه حديد او مينا تنقل او مينا؟ ما ينفعش. ممكن تزرع شرق العوينات او توشكا او الدلتا الجديده من غير طريق او من غير سكه حديد او من غير مينا تصدر منه. هو ده يعمل لي مصنع ويعمل لي بالظبط كده. عشان كده في هناك عائد مباشر من وسائل النقل او من قطاعات النقل، وفي عائد غير مباشر غير منظور اكتر بكتير جدا. طب حد بيحسب الجمارك، الضرائب الجمركيه اللي بتتاخد بتدخل بتدخل مصر. نعم. بس ما بتدخلش في الحسبه اللي انا بقول لك عليها دي. الحسبه اللي انا بقول لك عليها ده العائد المباشر لوزاره النقل. نعم. زي ما قلت لك كده، مقابل التداول، حق الانتفاع، الخدمات اللي بتأدى للسفن. عظيم. هو ده عائد مباشر، ولكن الجمارك ما بنحسبهاش. العائد على الصناعه ما بنحسبوش. نعم. العائد على الزراعه ما بنحسبوش. العائد. نعم. على السياحه ما بنحسبوش. نعم. اذا ما حدش يقول ده احنا اهدرنا فلوس في قطاعات النقل وكان المفروض لا ده انت بلاش التجاره والصناعه والسياحه والزراعه والخدمات. حضرتك ما تقدرش تروح المستشفى اللي احنا عايزين نهتم بيها الا بوسيله مواصلات. ما تقدرش تروح الجامعه ولا المدرسه الا بوسيله مواصلات. يبقى النقل مهم ولا مش مهم؟ يبقى لازم نهتم بالنقل او البنيه الاساسيه عموما. على فكره انا بتكلم دايما بنيه اساسيه، كل بنيه اساسيه، كل حاجه، طرق، كباري، سكه حديد، مواني، اتصالات، ده بنيه اساسيه، كهرباء، ده بنيه اساسيه، ميه وصرف صحي، ده بنيه اساسيه. مفيش دوله قامت ولا نمت الا بالبدايه بدات بتنميه وتطوير البنية الأساسية ليها. النقل النهري، عشان ده كمان ملف من الملفات المهمة كنا اتكلمنا فيه في حلقات سابقة، ولكن كمان النهاردة وصلنا فين النقل النهري؟ النقل النهري أنا يمكن أعتقد مرة قلت مع حضرتك لما كنا في جولة في الصعيد. أيوة. إحنا دايما نقول إحنا كنا من 40 سنة كذا وحشين في الطرق وفي الكباري وفي المواني، والوقت بنتقدم بقينا كذا. أنا بقى في 2022، في نهاية 2022 لو حضرتك فاكر او بنيه 23، كنت بقول لحضرتك احنا كنا من 40 سنه احسن في النقل النهري. نعم. ونزلنا. نعم. طب نزلنا ليه؟ في سبب على فكره غريب جدا حضرتك هتستغربه. نزلنا في النقل النهري عشان تدعيم السولار. يعني